ويستخدمك بنعمة غير عادية. سؤال دائما بيتراود إلي أو باخده أو بسمعه من كثير من الأخوة، السؤال هو هل لدي الروح القدس؟ في ناس كثير بتسأل، حتى مؤمنين للأسف لساتهم مش ثابتين في عمل الرب، مش فاهمين ما معنى وجود الروح القدس في حياة إنسان. والأكثر يسألني عن لماذا لا أشعر بحضور الروح القدس بحياتي، لماذا لا أشعر بهذه القوة اللي أنتم بتحكوا عنها. ودائما مع هذا السؤال يجي سؤال آخر بسيط جدا، هو ملامة النفس. أكيد أنا في خلل، أكيد أنا المشكلة، مشكلة عندي أنا، لكن الرب مش عم بيتعامل معي بالروح القدس أو بنيران الروح القدس أو بالطاقة الجسدية بالروح القدس أو الانفعالات أو الفرح أو الجنون اللي أنا لازم أعمله، مثل شخص يقع على الأرض أو إشي معين كالباقين. ليه أنا مش زي الباقين اللي بيقولوا لما يحضر الروح القدس أو نار الروح القدس في حياتي في أشياء بتحصل مختلفة، في أمور بتحصل عندي، إظهارات جسدية، مشاعر الجسدية تكون متواجدة في حياتي، تختلف، أشوف الناس مختلفين عني، أنا لماذا لا أشعر ولا أتقابل ولا هذه النار تدخل في بقوة؟ يوم أخلاقك لنفسك فاتر ويوم مشتعل، يوم الروح القدس في مكان تبحث عنه، كل يوم ألاقي ناس يدخل من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مواقع بالفيسبوك بالإنترنت يدور على أماكن حتى يأخذ منها هذه القوة ويأخذ منها هذا النار، ولكن بالآخر يأخذ أشياء قليلة ويخرج يبحث من جديد عن أماكن جديدة. وهذه نقطة الفشل في حياة الخادم، أنا بسميها نقطة فشل قوية جدا في حياة الخادم، اللي يعتقد أنه سيجد هذه النار في أماكن مختلفة ويبدي يحول من مكان إلى مكان، وبعدين تجد نفسك في نهاية المطاف أنت فاضي من الداخل، ما في قوة روحية، ما في عمل للروح القدس، وتجي تسأل لماذا لا يوجد في هذه القوة. خلوني أدخل بالدرس بتسلسل بسيط جدا. في معظم الحالات، في أغلب الحالات عندما شخص يتراود له هذا السؤال أو يجي على باله هذا السؤال، أما يكون هذا الشخص بيجتاز بتجربة في حياته، تجربة قاسية، معرض لأمر معين في بيته، موضوع معين، عنده مريض، عنده حالة نفسية، عنده شهوات معينة مو قادر يعبر عن حياته، ففي حياة هذا الإنسان عم يسلك في تجربة، وهذه التجربة عم تطفئ النيران الموجودة بالداخل، فما بيشعر بهذه النيران، بيسقط تدريجياً بهذه التجارب، فتلاقيه مش قادر يتلامس مع هذه الأمور، وما مش بتلاقيه يقدر يتحرك ضمن الخطة الإلهية. فأول إشي خليه قدامك في هذا الموضوع، إذا أنت كنت بتجتاز في تجربة أو بتجتاز في موضوع معين أو واقع تحت قيود معينة، فهذا لا يعني أن الروح القدس جواتك غير موجود، وهذا لا يعني أن النار جواتك أصبحت في مرحلة من الخمول أو من الضعف. لازم تنتبه، لأن هذه أشياء حساسة في حياتك الروحية. بصلي أن الرب يعطيك هذه النعمة. فبداية أقول لو أنت بتجتاز في ظرف صعب، هذه واحدة من العلامات اللي إلك، تعطيك إشارة إلك أنت كشخص سائل، توقف في إشي لازم تفهمه مني هذا اليوم بالدرس. أو ربما يكون المستوى الروحي حديث الإيمان أو مستوى روحي منخفض، أو في كنيسة ما تؤمن بهذا الموضوع ولا تعلم فيه ولا تتطرق له ولا تفكر فيه، ما تشعر في الكنيسة يوجد من يطلق عبارة المكان يمتلئ بالنار أو يمتلئ بالحضور أو يمتلئ بالمجد. مع العلم حضور الرب ومجد الرب ونيران الرب وقوة الرب اللي كان في الكنيسة أو في الجماعات البيتية أو إن كان مع شخص واحد فقط يخليك تنتعش مليان بالفرح، لكن بعض الأوقات بسبب ضعف التعليم، ضعف الأشياء اللي أو ممكن تكون أنت عندك جزء من هذه النار ببداية إيمانك، ولكن العدو سرق منك هذه النار. أنت شخص كن داخلك في رغبة، داخلك في قوة أنك تعمل إشي، رحت تكلمت شخص عن النار الروح القدس، أخذ منك هذا التعليم فرح فيه، ولكن بمجرد ما غادر من عندك أتى عدو النفوس وسرق هذه النيران من داخل قلب هذا الإنسان، فأصبح خامل،
خامد منطفئ روحيا. فنقطتين أساسية، ممكن النقطة الأولى أنك تجتاز في تجربة قاسية، النقطة الثانية ممكن يكون عندك المستوى الروحي أو مستوى المعرفة الاختبارية منخفض منخفض، فما بتعرف شو معنى الحضور الإلهي، أو أول مرة تسمع في حياتك عن الحضور الإلهي. الحضور الإلهي، قوة المسحة، قوة الملأ، الآيات والمعجزات مرتبطة بنار الروح القدس، نار الروح القدس. راح نشوف اليوم آيات كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع. إذا المشكلة مش بأنه الرب ما بيعطي هذه النار، ولا المشكلة بأنه الرب ما بيفتح عليك هاي الحرارة الروحية، لكن المشكلة تكمن ويجب أن تدرك إن لم يكن روح الله القدوس يشتعل ويغلي ويفور في حياتك، في هناك سبب بيمنع هذا الموضوع. في كثير من الأحيان هو السبب يكون الشخص، الشخص ليه؟ لأنه في ناس كثير فاهمة أنه هاي النيران هي لأشخاص معينة، هذه النيران هي للخدام الفلانيين، هذه النيران هي في الكنائس اللي تحمل الطائفة الفلانية، ولكن الحقيقة هذه النيران هي متاحة للكل. يعني لو سألتني ما هي رغبة الرب؟ أقول لك رغبة الرب أنك تبقى مشتعل بنيران الروح القدس. رغبة الرب أنك دائما ناري ناري، كن قوي. هي هي رغبة الرب، هي إرادة الرب إلك. طب شو اللي عم يحصل؟ اللي عم يحصل في كثير من الأحيان هناك تقصير، إهمال في حياتك الروحية، عدم معرفتك بالحق الكتابي، عدم انتباهك للآيات، وتعدي الآيات بسرعة ما تفهم. مثلا بولس حذرنا في تسالونيك الاولى 5:19 قال لا تطفئوا النار، لا تطفئوا الروح. كيف تنطفئ الروح؟ قلنا بعض الاسباب، راح نذكر اسباب اخرى. من فضلكم اعملوا شير للاخوه حتى يقدروا يتحركوا بحريه اكثر باسم يسوع. خلونا دائما متواصلين مع بعضنا البعض حتى الكل يستقبل من عندنا. اوكي، فدائما خلي جواتك هاي الرغبه، دائما خلي جواتك هذا الفكر اللي يربطك المسيح فيه، انه انا عندي رغبه، انا عندي الفهم او الادراك، عندي فهم او ادراك بهذا الموضوع، انه انا بليز لحظة يتصل فيه. عندي إدراك أو فهم أنه في وصية تحذيرية، في أمر بيطلق الروح القدس في حياتي، يقول هذا الأمر أني لا أطفئ الروح، لا أحتقر النبوءات، أمتحن كل شيء، أمتحن كل شيء وأتمسك بما هو حسن أو بما هو نافع أو بما هو حقيقي بحسب ما يعلن إلي الرب بالروح القدس. لذلك بداية أخلي أمامك هذا الموضوع إلهام، نار الروح القدس، كيف أحافظ على هذه النار داخلي؟ كيف أعيش في مستوى روحي من خلال هذا المستوى الروحي تكون هذه النار دائما مشتعلة، هذه النار دائما متقدة، هذه النار دائما تسير أمامي. راح أعطيك آيات عن هذه النار، وأنا متأكد أنك راح تفهم كلامي بالتدريج بعد دقائق أو شوي شوي مثل ما يقول هيك. ندخل بالتسلسل. بداية بدي أعطيك بعض المواصفات. أنا كاتب كلمة تشعر، بس مش هدفي، مش موضوع مشاعر، يعني الكآبة أيضا مشاعر، الخوف هي مشاعر، ولكن أنا بركز هذا اليوم عن بعض الإظهارات اللي تشير إلى أنه نار روح القدس جواتك، أو تشير أو تعطيك علامات انه انت بحياتك على الارض، انت مش بالسماء، انت على الارض، وانت على الارض وانت ماشي وسط الناس، وانت ماشي وسط الكنيسه، وانت ماشي وسط حياتك العمليه، في بعض الظهورات، في بعض العلامات. هذه العلامات اسمعوني جيدا لازم تكون دائما موجوده. يعني شو كان دائما موجوده؟ يعني مش هذه العلامه تظهر فقط لما اكون انا في اجتماع روحي وبعد بس أطلع من الاجتماع الروحي تختفي مني هذه العلامات.
النار اللي بحكي عنها هي نار لا تنطفئ، هي نار موجودة دائما في حياتي. لذلك هذه العلامات لابد أن تكون دائما في استمرارية موجودة في حياتي، وباستمرارية أقدر أنا أعيش مستوى روحي مختلف عن كل المستويات. فبداية بقول لو أنت في عندك إحساس مشاعر، ليس المشاعر اللي تخص الإيمان، لأن يعني الإيمان هو الثقة مش مشاعر. أنا بتكلم عن وأنت بتصلي بالروح، وأنت عايش بالروح، وأنت مليان بنيران روح الرب، وأنت في اجتماع روحي، وأنت في شغلك، وأنت في بيتك، وأنت على سريرك، أنت نائم، أنت بتصلي، أنت بتعمل أي شيء من الحياة، الأمور اللي أنا حكيتها الآن، تشعر بحرارة روحية في مناطق معينة من جسمك، مثلا يدك، تشعر انت وبتصلي، تشعر انت واقف بتسوق بالسياره، انت وبتمشي مكان، انت وبتشتغل بالبيت، انت وبتعمل اشياء بالبيت، تشعر يداك كانه بتخرج من عندها نيران، تشعر حراره في اليدين، حراره في العينين، حراره في الارجل، حراره بتكون بالجسد، تشعر شيء مختلف دائما موجود. تختبري امور معينه، تختبري امور مستمره بحياتك تدريجيا، هاي النيران تزداد لما تكوني انت في خدمه روحيه. يعني مش لما تروحي الخدمه الروحيه فقط تظهر هاي العلامات، لا، موجوده ثابته، تشعرين بحراره روحيه، ملء الروح نيران، تشعري كانك انت ماشي فوق نار، تشعري جواتك غليان، تشعري جواتك لمسه، جسدك يشعر بأي وقت من الأوقات، بجد ما ترفع إيدك حتى تعلني موضوع معين، تشعر في نار كأنه عم تخرج من إيدك بشكل مستمر. ممكن تبدأ بالبيت وتزداد في الخدمة، ممكن تبدأ في مكان وتزداد في مكان، ولكن دائما هي موجودة، دائما تشعر أنه في شيء كأنه يتلامس مع جسدك. كنت حاضر خدمة، وكنت أنا مسؤول في هذه الخدمة من 23 سنة تقريبا، كنت مسؤول أنا عن جزء مهم من هذه الخدمة، هو كيف أرتب موضوع الساوند سيستم وتسجيل الخدمة. فأنا بشتغل بالخدمة بلاحظ أشياء تتلامس مع يدي، كانوا فراشة عم تتلامس مع إيدي. أنا أكثر من مرة بعمل يعني بهاي الطريقة، بحاول أنظف يدي لأنه شعرت في إشي عم يتلامس معي بس بفرح، وهذا الشيء سبب قشعريرة ويلمسني غير باستمرار يتلامس مع جسدي. وأنا مش فاهم، يعني لساتني مش فاهم هذا هو الحضور الإلهي أو المسحة أو النيران اللي عم تتلامس معي، لأنه أنا في وسط خدمة روحية مشتعلة، وعم كنا عاملين حرب روحية في وقت مؤتمر، فهي النيران بدت تلمس، هذه النيران بدت تشتغل على حياتي بقوة غير عادية. فالنقطة الثانية، غير أنك أنت تشعر بحرارة في أماكن معينة من جسدك أو في مواهبك الروحية، لكن في أيضا تشعر أنه في شيء يمشي، في شيء يتلامس قشعريرة يمسك فيك باستمرار، وكأنه شيء مستمر معك، تشعر برجفان قوي غير منتظم مع ألم بسيط في عظامك، وفرح وسلام داخلي يزداد وسط الاجتماعات. أعيد هاي الكلمة لأن مهمة، تشعر برجفان قوي، هذا الرجفان لابد أنه يكون مصاحب له فرح وسلام داخلي. ممكن تشعر ألم في عظامك بسبب الرجفان اللي بيحصل معك، ممكن تسقط، ممكن تقع على الأرض، بس مش رح يصيبك ولا ضرر، لا تخاف، لكنه مع هذا الرجفان، مع هذه القوة اللي عم تتصادم مع جسدك، هاي النيران اللي عم تتصادم مع جسدك، هذه المسحة اللي عم تدخل على جسدك بقوة، تلاقي عظامك وتلاقي نفسك في شيء بيتحرك فيك، بيرتجف إيدك، ممكن ترتجف رجلك، ممكن ما تحملك من قوة هذا الرجفان، وتزداد هذه الأشياء لما تكون في وسط اجتماع روحي مليان بالروح القدس. لاحظ ثمار، لما أنت تكون مليان بهاي النار تظهر حسب غلاطية ثمار، تتقبل الآخرين، تعطي من جواتك أشياء أنت ما كانت موجودة عندك.
شوف نفسك عم تحب الآخرين، عم تسامح الآخرين، عم تتعامل مع الآخرين بالرغم أنه مسيئين لك، تظهر ثمار في خدمتك في شهادتك. لما تبدي الناس تنجذب كثير مش إلك، تنجذب لكلامك اللي يعطي مساحة روحية لكي يقبلوا الرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم. لما تتكلم تحت نيران الروح القدس النتيجة الناس تجي للمسيح، لما تتكلم تحت نيران الجسد الناس تتبعك أنت، وهذه مصيبة. فشوف نفسك أنت وبتتكلم عن يسوع وأنت بتشهد عن يسوع وأنت بتغلي غليان داخلي والنيران عم تطلع من عندك وقوة عم تطلع من عندك، مصاحبة لفرح، مصاحبة لجاذبية روحية لشهادة روحية. الشهادة اللي أنت تحكي فيها في هذا المكان راح تلاقي كلماتك مستجابة ومقبولة، مش راح تلاقي كثير من المعارضة، وإن وجدت معارضة راح تلاقي نفسك الناس تقول عنك هذا يتكلم كأن له سلطان، وهذا جدا مهم لك ونافع لك في الخدمة. النقطة الثانية، يجب أن تدرك بأن هذه النار، هذه النار اللي أنت بتستقبلها تنزل عليك من فوق مثل المطر. فلا تخاف لو أنت كنت في اجتماع روحي في ناس أقوياء روحيا، بتفكر بداخلك هذه النار ممكن تنزل على هذه المجموعة فيتنبؤون فيتكلمون بآيات فيصنعون معجزات وأنا مش راح يجيني ولا شيء. لا، النار اللي تنزل عليك من فوق هي بتغطي كل المساحة الجغرافية اللي أنت فيها مع ألوف من الأشخاص في مكان واحد. النار مش مقتصرة على كم، النار مقتصرة على اتساع يد الرب، ملء يد الرب اللي بيعطي هذه النار إليك. فهذه الأشياء بتخليك تفرح في حضور الرب وتبتهج لأن الرب بيدفع هذه النار إليك بطريقة قوية جدا. إن أنا وأنت محتاجين هذه النار، مش بس حتى نطلع شياطين ولا بس حتى نشفي مرضى، لكن حتى نبنى نحن أيضا روحيا، حتى تبنى كقائد روحي، تبنى كمؤمن روحي، تكون عمود في بيت إلهك، تنتبني أمام الحضور الإلهي، تحتاج إلى هذه النار تجي بكثافة على حياتك. يجب أن تدرك بأنه هذه النار سوف تنزل عليك من فوق، ومهما كان العدد يمكنها أن تستقر عليهم جميعا. كذلك افهم النقطة الثانية، يريدك الرب، يريدك الرب في مستوى أعلى من كونك تختبر هذه النار في وقت معين فقط وبعدين تفقدها وتظل تدور على هذه النار وين موجودة حتى أجري وراء هذه النار. انتبه، أكبر غلطة تعملها لما أنت تفقد هذه النار وبعدين تبدي تفتر بين الكنائس وبين الخدمات. وأنا أشوف ناس كثار ما عندهم غير كلمة الرب يباركك، نفسه يمكن يستنسخها وينزلها على 20-30 خادم، مش عارف هذا الخادم أصلاً مش عم يحكي حتى لأنه مش سامعه، مجرد يشرخ كلمة الرب يباركك. ما بدي هذا الشخص يقول لي الرب يباركك، أنا بدي أفهم شيء واحد، النار التي تستقر على حياتك اللي تختبرها أنت، هذه النار لا ترجع وتبحث عنها وكأنه ضاعت منك وتدور عليها وين هذه راحت وين هذه راحت، وخليني أنتظر يمكن القسيس وسام يعمل زوم حتى أخذ هذه النار، يمكن القسيس الفلاني يعمل هاي الخدمة حتى أخذ هذه النار. لا، هذا غلط، هذه النار لازم تبقى ثابتة فيك إلى مجيء الرب يسوع المسيح الناصري، لا تفقدها وترجع تدور عليها وتبحث عنها في لقاءات جديدة. نقطة ثالثة، يريدك الرب دائما مشتعل، يريدك الرب دائما متقد، يريدك الرب دائما ناري، يريدك الرب دائما مستعد، يريدك الرب دائما أول ما تفتح فمك يخرج النهار، سيف الروح يتحرك من فمك بقوة غير عادية وتكون قادر من خلال هاي النيران اللي بداخلك، نيران الروح القدس بتجهزك من الداخل وإلى الخارج. يجب أن تدرك آخر نقطة في موضوع العلامات، أن النار هي مكافأة. اسمعني، النار هي مكافأة. مكافأة لإيش؟ مكافأة لك لأنك تخدم بقوة وباجتهاد. النار هي
هي الدفعه اللي يدفعها لك الرب لما يشوفك مجتهد، لما يشوفك مؤمن خادم بتخدم، برغم انه يمكن صحيت الصبح حالتك النفسيه سيئه، جسديا تعبان، مش قادر تجلس، مش قادر تقوم بواجباتك المعينه، عندك غثيان، عندك ضعف، عندك مشكله، لكنك قررت انك تخرج للخدمه. اول ما تخرج للخدمه، اول ما تمسك سلطانك، اول ما تقف تنتهر ارواح شريره، الرب يعطيك، يدفع لك شيء اسمه نار الروح القدس كمكافأة للي انت عملته واللي انت خرجت فيه. النار تحصل عليها مش وانت جالس في البيت، لا، النار تحصل عليها لما انت تواجه ظروفك، تقاوم ظروفك، وتقرر انك تطلع تخدم الرب وتعمل في حقل الرب وتمسك سلطانك وتمسح. مجرد ما انت خرجت من القوقعة، خرجت من حوالين نفسك، من جدرانك، من بيتك، من جسدك، من احتياجاتك، وصلت الى خارج، هي مجرد خروجك. اول ما تخرج الرب يحكي عن هذا الانسان، اعطوه مكافأة. طب شو المكافأة؟ أعطوه هذه النار، النار اللي تخرج من فمه ومن يده، تكون نار مشتعلة، متقدة، مليانة بالمجد، مليانة بالحضور، مليانة بالرفعة. الرب يعد لك مكافأة. اكتب هذه الكلمة اليوم، الرب أعد لي مكافأة. وأنا طالع أخرج أقف قدام جامع، أو أنا طالع في شارع، أو أنا طالع في مكان، أو أنا دخلت مكان حتى أحكي عن الرب، أو أنا طالع أنا شاعر جسديا متعب، إمكانياتي المادية ضعيفة، سيارتي مكسرة، شكلي مش بيساعد، ولكن بمجرد ما أنا أخذ قرار الخروج من المستوى اللي أنا فيه وأدخل في مستوى آخر، أنا دخلت في مكان آخر، أنا دخلت في مكان آخر. ليك مهم اللي أنت بتسمعه هذا اليوم وتستقبله من عندي، لأنه رح يغير حياتك بشكل غير عادي. خلونا ندخل الآن بالأعمق شوي. كيف رسالتنا؟ كيف أحافظ على النار أو نار الروح القدس مشتعلة في حياتي؟ كيف تحافظ على هذه النار؟ احنا اتفقنا لما انت تكون في مجال روحي، لما انت تكون منفتح للروح القدس، لما انت تكون، رح نشوف بعد شوي العلامات اللي تملأك ايضا بهذه النار، لكن انا بتكلم الان مع الخدام. انت كخادم عم تسمعني، بسألك هذا السؤال، كيف تحافظ على النار اللي جواتك وانت على الارض، لساتك مطلعت للسماء، انت في ارض بتواجه فيها كل الصعوبات، جسديا، نفسيا، روحيا. جسديا ضربات واحتياجات واشغال، جسديا ضربات واحتياجات واشغال وامراض، نفسيا ضغط عليك بالعمل، ضغط عليك بالعائله، ضغط عليك، وروحيا كيف توصل النار اللي جواتك الى روحك، وتتحرك النار من داخل روحك وتعطي قوه لك حتى انت تغلب في معاركك الروحيه. أول نقطة خليها قدامك، ركز عليها، هذه تعتبر أهم مفتاح للحفاظ على النار الموجودة في داخلك. الاستمرار في التركيز. ركز، اسمعني، ركز جيدا. ما معنى أركز؟ بمعنى أخلي عيوني، أضع عيناي تركز أو تنظر بتركيز إلى الأمام، نظراتي تكون مباشرة. انطينا شاهد كتابي حتى نفهم. أمثال 4:25 يقول كاتب سفر الأمثال سليمان الحكيم، بيقول لتنظر عيناك إلى قدامك، بمعنى ركز على الأمامك، ركز على اللي أنت شايفه، أجفانك وأجفانك إلى أمامك مستقيمة. ركز، قول معي كلمة ركز، راح تساعدك. استمر بالتركيز على مين؟ مش على حالتك ولا على حالة الإنسان اللي أنت بتساعده، ركز على الرب يسوع، واحد، وركز على دعوتك، اثنين، ركز على ما فعل الرب من أجلك، ثلاثة أو أربعة، ركز على قوة الرب
اللي أتت على حياتك في وقت أنت كنت في طامس في أعماق الخطية، دخل يده بقوة غير عادية على حياتك وانتشلت وأصبحت ابن للرب. على شو أركز؟ أركز عيناي وأشفاني على إيش؟ أركز على الرب، أركز على الدعوة، شو دعاني الرب؟ أركز أكثر على قوة الله. أنت هلأ؟ لا لا، أنت لكن بالوقت اللي الرب دعاني، والوقت اللي اختارني الرب، والوقت اللي غيرني الرب، وقت ميلادي الثاني لما كنت أنا طامس في الخطية، لما أنا كان خلاصي أكبر معجزة، الرب استخدم قوة نيران الروح القدس، قاصرتني من أمام ومن خلف، وضعت علي يدك. هذا الوقت لا تنسى أبدا الآن، مهما كان عمرك الروحي الآن، سنة، سنتين، 10، 15، 20، 30 سنة، لما بدك النار تزداد في حياتك الروحية، شخص عينك، ركز عينك على ما فعله الرب معك، وتكلم فيه قدام عائلتك، وتكلم فيه قدام أولادك، وتكلم فيه، وكون ممتن شاكر للرب من كل قلبك على اللي أنت أخذته من الرب ساعة ما تدخلت قوة الرب بحياتك، نيران الرب بحياتك، حتى يجيبك إلى الخلاص. لو أنت عامل معروف من 20 سنة لشخص، من 20 سنة، واليوم جيت تقابلت مع هذا الشخص، أو شخص، خلينا نقول إيه، أنت عامل معروف لشخص وجيت تقابلت مع هذا الشخص، هذا الشخص أول ما شافك أول كلمة حكاها لك: أنا ممتن، أنا شاكر، أنا مش ناسي فضلك، أنا بذكر من 20 سنة شو عملت معي، أنا بذكر كيف أنت انتشلتني، كنت أنا طالع في الخطية، كنت أنا واصل للموت، كنت أنا منتهي، لو أنا بقيت بدون هاي اللمسة الإلهية كنت أنا بعيش في ظلام، كنت أنا بعيش في فقر، كنت أنا بعيش في خطية، كان حالتي غير حالة، يمكن كان متت. أنا بعد 20 سنة جاي أستذكر، أنا مش ناسي، أنا جاي أشكر من قلبي اللي أنت عملته معي. شو اللي أنا عملته معك من 20 سنة؟ أنا فتحت عينك، أنا شلت الغشاوة من على عينك، في اختبار حصل بحياتي من 20 سنة، اختبرت من خلاله قوة الله، محبة الله، نيران الروح القدس. كان في أشياء عم تحترق في حياتي، كان في خطايا عم تحترق في حياتي، كان الشيطان اللي ماسكني ومقيدني بالزنا وبالنجاسة وبالخطيئة كان عم يشتعل بسبب قوة الروح القدس في حياتي. أنا مش ناسي هاي الأيام، أنا مركز عيني، مركز نظري لما فعله يسوع معي، وهذا كان مهم جدا لحياتي. مش شريط فيديو فقط راح وكأنك سيدي تبع زواجك تشوفه بالعشرين سنة مرة، لا، هذا موضوع مختلف، هذا مش شريط خليته ويصبح من 20 سنة تزوجت، من 20 سنة، لا، هذا موضوع دائم مستمر تنتص من خلاله دائما قوة الله. لما توقف بتحرير، لما توقف في عمل الروح القدس، لما بدك قوة الله تستخرج هذه القوة من اليوم اللي فيه الرب أرسل قوته إليك حتى يطلقك من أسر وعبودية الشيطان. هللويا. الرب عمل معك أشياء كثيرة، امسك فيها الآن، امسك فيها بقوة، واجعل حضور الرب على حياتك مختلف هذا اليوم. تقرأ هذه الآية، تركيز عيناك، أمثال 4:25، لتظن عيناك إلى قدامك، إلى قدامك، أجفانك إلى أمامك مستقيمة. لا تقبل أن يتحول اختبارك الشخصي مع المسيح مثل ما حكيت إلى شريط فيديو يصير أمامك من دون أن تستخدم كل القوة المغيرة بحياتك في مستقبلك. يعني تمتص القوة من الماضي وتطلع فيها
للحاضر، راح تشوف الشياطين تخضع لك، راح تشوف الناس تخضع لك، راح تشوف مكانتك مميزة. ليه؟ لأن قوتك، القوة اللي أنت عم تشتغل فيها هي قوة اختبارية، هي قوة مغيرة، هي سوبر ناتشرال، هي قوة فوق الطبيعية. استخدمها الرب حتى يغيرك أنت، وهي متاحة لك. في كل مرة ترفع قلبك أمام الرب تذكر القوة. تعرف لما تصلي، كم واحد لما يصلي اليوم يحكي للرب: أنا بشكرك يا رب لأنه أنت انتشلتني، لأنك أنت خلصتني من العالم، لأنك أنت أدخلتني إلى نهر سباحة لا يعبر. أنا بذكر يا رب هذا اليوم. تعرف هذه لغة الصلاة؟ تعرف لما توقف تصلي وتقول له: يا رب أنا مستذكر وأنا بشكرك في كل مرة أنت بتوقف فيها، حتى في الحروب الروحية، راح تكتشف أنه هاي الصلاة اللي أنت بترفعها باسم يسوع عن أمور حصلت معك في الماضي، الرب يقدر هذه الأمور، وكأنك كنت داخل في مي، هذه في نهر، هذا النهر كان إلى الرجلين، ومع حياتك الروحية الإيمانية بدأ هذا المي يصعد 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 إلى أن وصل إلى نهر سباحة لا يعبر. بس ابتدى حسب ما قال الكتاب، الماء ابتدت تخرج من الأول، من الزيرو، من تحت المذبح. فالرب يذكر مصدر منبع الماء اللي استخدمه معك الرب حتى وصلت إلى نهر سباحة لا يعبر. واحد من أبواب المسحة النارية. أنا بدي أكون خادم ناري، وأسمع هذا كاتب: الخادم الناري، الخادمة النارية. حلو 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 أنه أنت تكون خادم ناري، حلو تكون أنت خادم مؤثر، حلو تكون أنت خادم يخرج من جواتك قوة رهيبة، قوة نارية. حلو. أنا بطلب هذا لنفسي وبطلبه لك. بس واحد من الأبواب، واحد من أبواب المسحة النارية، تعرف المسحة فيها اختلاف عن الروح القدس. المسحة هي جزء من الروح القدس. المسحة هي جزء من الروح القدس. الروح القدس موجود في كل مكان، يتعامل معك بكل الطرق. أما المسحة كشخص مسحت، مرنم، قائد كنيسة، طارد أرواح شريرة، شفاء، نوع المسحة كارز، نوع المسحة عبارة عن إشي ينفتح قوة. قال عن الكتاب قوة، قوة بالسماء. هذه القوة متصلة مباشرة من السماء لإلك بشكل شخصي. هاي القوة، هاي الطاقة، هذا المجرى، شو بيحصل من خلاله؟ هذا احنا بنقول باللغة العامية انبوب. العراقيين يفهموا كلمة انبوب، مجرى، يعني شو يجري من داخله؟ مي، مثل الاشي. هذا انبوب يمتد من السماء يستقر عليك، يرسل الرب من خلاله المسحة الخاصة. ليه يا رب انت بترسل المسحة الخاصة بهاي الطريقة؟ لانه هذه المسحة لما تجي لك انت مرنم، تلاقي تسبيحاتك اختلفت جدا. ليه؟ اصبح فيها نار، اصبح فيها شعلة، اصبح فيها قوة، اصبح مختلفة. نفس الترنيمة يرنمها شخص اخر، لكنه هذا الشخص ما مفتوح عليه هاي الطاقة، ما مفتوح عليه هذا المجرى، تلاقيه بيأديه بالجسد، بيأديها بس بالصوت، بيأديها فقط في موهبة معينة الرب أعطاها له، موهبة جسدية، لكن أنت بتأديها بطريقة مختلفة. هاي الطريقة المختلفة اسمها المسحة، النار اللي تتدفق على حياتك. لما تتدفق هاي النار على حياتك، راح تلاقي نفسك الترنيمة، الوعظة، وضع اليد، خراج شياطين، شفاء، كرازة، وقوفك في أماكن معينة تجي بسهولة، وتجي ببساطة، وتجي بتأثير، بحيث أن كل الموجودين، زي ما أنا حكيت بالعلامات أولا، تلاقي ناس موجودة ترتفع أيديها بهذه الطريقة وترتجف وتتحرك. أجسادها، اللي يسقط، اللي يهلهل، اللي يفرح، اللي ينام على الأرض، اللي يرنم بصوت أقوى. ليه هالاختلاف؟ لأنه في طاقة روحية انفتحت عليك من السماء على كنيستك، على أرضك، على مكانك، على خدمتك. أنت ما كنت عارف هاي الطاقة راح تفتح لولا أنك أنت تغلبت على ضعفك الجسدي، تغلبت على احتياجاتك، تغلبت على مشاعرك، واخذت قرار: أنا بدي أخدم الرب. الرب قالك: اسمع، ما دام أنت تغلبت، خذ هذه مكافأة. يا رب شو نوع المكافأة؟ أنا بدي أمسحك مسحة نارية اليوم. الخدمة اللي أنت فيها راح تخرج من عندك، وفي نفوس أتت إلى يسوع المسيح. أنت ما كنت حاسب حساب أنه هذه النفوس ممكن تيجي بهذه القوة من خلالك أنت. نار
الروح القدس مهمة إلي وإلك. نار روح القدس. تشاهد كتابي حلو من يعقوب من تكوين 28، الأمر اللي حصل مع يعقوب مكتوب: فاستيقظ يعقوب من نومه وقال. واحد تعرف أكثر إشي يزعجني بالكنيسة، إنه لما أوعظ ولاقي واحد عم نايم. أنا مش بنتقد، طبعا في ناس كبار بالعمر، في ناس تعبانين، في ناس مرضى، في ناس يفضل ينام بالكنيسة لأنه يشعر بسلام وهدوء. طبعا أنا ما بفضل، لأنه كواعظ بالكنيسة أو كخادم بدي أشوف حدا يقول لي هللويا وآمين ويشجعني، لكنه لما أشوف واحد بيثاوب وبيشخر هي صعبة علي. لكن في إشي، في طاقة معينة تصحي لك حتى النايم جوات الكنيسة، صحي لك النايم. شو هاي الطاقة اللي عم يحكي عنها الكتاب المقدس؟ تكوين 28 بيقول: فاستيقظ يعقوب من نومه وقال، كان نايم في غفوة رايح فيها في عالم آخر، قال إن الرب في هذا المكان. تعرف لما يجي شخص نايم لا تلوم النايم، ليه؟ لأنه لما تطلب الرب يكون في هذا المكان، الرب راح يصحي لك النايم. من تقريبا من قبل ما نفكر بموضوع الصوم او ندخل بموضوع الصوم، كنت بصلي مع اختي كوثر ومع اختي يولا، وبنصلي: يا رب اليوم يكون خدمه الزوم فيها ايات ومعجزات. وهذا صح، لانه هذا اللي شهوه قلبي وقلب الكل. واحنا بنصلي الروح القدس عم كلمني، قال لي: بدك الآيات والمعجزات ولا بدك ياني أنا؟ قلت له: طبعا يا رب أنا بديك أنت. قال لي: وقف طلبتك للآيات والمعجزات، وقف طلبتك أنك تشوف أشياء جوات العبادة أو جوات الزوم، وابتدي أطلبني أنا أكون موجود في المكان. لما أنا أكون موجود بالمكان وأنت تطلبني أنا وبدك ياني أنا وبدك وترغب بي أنا، الموضوع مختلف. لاحظ يعقوب قال هذا الكلام، حقا مش الآيات والمعجزات، لا، حقا إن الرب في هذا المكان. وللأسف أنا نايم، أنا لا أعلم، أنا لساتني ما اختبرت. هذا يسمى المؤمن الجسدي، هذا يسمى المؤمن اللي هو مش عايش بالروح. ليه؟ لأن المؤمن العايش بالروح تلاقي وقت العبادة هو أكثر نار حتى من القسيس أو خادم التسبيح. ليه؟ لأنه جاي وهو مشتعل، جاي وهو مشتاق، جاي وهو راغب بالحضور الإلهي، جاي وهو مثقل هذا اليوم أنه يطلع من هذا الاجتماع بنار أكثر من النار اللي دخل فيها لهذا الاجتماع. فما تلاقي نايم، تلاقي نشط واقف عم يخدم. فلما تركز على الرب زي ما قلنا، أول نقطة ذكرية، ركز مش على الموهبة، مش على العطية، مش على، ركز على الرب. عيناك تذكر امثال وركز على الرب. طيب يعقوب رأى هذا المنظر، قال الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. بعدها يقول: وخاف وقال، صحي من النوم، شاف الرب في هذا المكان، مباشرة تولدت داخله مشاعر خوف. خوف، خاف وقال: ما أرهب هذا المكان. تخيل اليوم أنت كراعي خدمة وراعي مجموعة وراعي كنيسة، ويقف واحد من الممبرز عندك، من الناس اللي عندك في الكنيسة، ويقول: ما أرهب هذه الكنيسة، ما أرهب بيت الله. هذا المكان هو مش كنيسة، هذا المكان هو باب للسماء. ليه باب للسماء؟ لأن السماء فيها باب. شو هذا الباب يطلق؟ يطلق الحضور، يطلق المسحة، يطلق النار. باب السماء مش بس يطلق البركات الزمنية، باب السماء يطلق لك قوة للحضور الإلهي، قوة للمسحة، يطلق لك قوة للتغيير، يطلق لك الدعم اللي أنت تحتاجه للكرازة، يطلق لك الدعم اللي أنت تحتاجه في كنيستك حتى تقود الناس إلى المسيح. قال: ما أرهب هذه الكنيسة، ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله. كيف عرفت هذا بيت الله؟ قال: لأنه هذا المكان في الرب.
هذا المكان في حضور، هذا المكان في نار، أنا مش قادر أوقف، أنا مش قادر أقف على أرجلي، في إشي عم يتحرك، أنا برتج، أنا برتجف، أنا فرحان، أنا مليان سلام، أنا مليان قوة، في إشي عم يختلف، في نيران عم تيجي، في أشياء بلمسها بجسدي، في أشياء بلمسها بروحي، في أشياء بلمسها بعقلي. كل شيء عم بلمسه، كل شيء فيه لمسات إلهية عم تتدفق على حياتي بغزارة. ليه عم تتدفق؟ ليه؟ لأنه الباب انفتح. لأنه الباب انفتح. هذا الباب المغلق. أصلي ككنيسة، أصلي كزوم، لكل كنائسنا في كل مكان. لما ينفتح الباب السماوي، شعب كنيستك راح يقول ما أرهب هذا المكان. لما الباب مغلق تلاقي الناس جامدة، حتى لو عندك خدام راح تلاقي الخدام مش متحركون بقوة الروح ولا بنيران الروح ولا يوم 50 ما اختبرت الكنيسة بالعمل، كل يوم 50 نختبره بالتعليم فقط. بدنا يوم 50 لكن مستمر، لأنه الدعوة للنيران هي مستمرة. الرب مش رح يوقف النيران وينتظر 50 ثانية تجي بعد 50 يوم أخرى، خلونا بعيد الخمسين تجي، ما بشرح. هذا مش ترتيب كتاب، ترتيب الكتابي إنه يوم الخمسين موجود كل يوم في حياتك، كل يوم. كمل. ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله، وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح. بكر أنت مش الساعة 10 الظهر صحي من النوم، لا، بكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا. وها شو حصل؟ عمل عهد، عمل اتفاق، عمل مكان يعلن به أنه هذا المكان، خلى علامة، خلى إشارة على الأرض اللي كان فيها، قال بدي أعمل عمود، أعمل راية، أعمل علامة. شو راح تعمل يا يعقوب؟ راح أعمل عمود وأجيب زيت الروح القدس وصب زيت على رأس العمود ودعا اسم ذاك المكان بيت إيل، بيت إيل. الرب هذا اللي على قلبه، الرب يريد أن يضع علامة على كل مؤمن. الرب يريد لما يشوف هذه العلامة عليك، هذا العهد موجود، هذه الأشياء اللي أنت اختبرتها في حياتك العملية، هذا بيت الله، هذا باب السماء، الباب انفتح، أنا نايم صحيت، صحاني الرب على إشي غريب، على ملائكة صاعدة نازلة، على أمور إلهية، أنا بدي بالنهاية أعمل إشي ثاني. شو بدك تعمل؟ بدي أصب هذا الزيت على هذا العمود. كم عمود عندك بالكنيسة؟ كم عمود عندك بالبيت؟ كم عمود عندك في حياتك؟ يا يبقى هذا العمود تحت راسك وانت نايم ومش مدرك وتخليه مستريح تحت راسك، يا تصحى من نومك وتاخذ العمود، تاخذ هذا الإنسان الخادم، تأخذ هاي الخادمة، تأخذ ابنك، تأخذ بنتك، تأخذ خيك، تأخذ شخص موجود في حياتك عمود، كنت أنت نايم مش منتبه له، كنت أنت غافي، كنت أنت مش صاحي لكن صحيت، بدل نيران روح الرب تشتغل جواتك، تأخذ هذا العمود تروح تزرعه في مكان الرب، في بيت الرب، في عمل الرب، وتبدي تسأل الروح القدس أنه يرسل طاقات، يفتح طاقات سماوية حتى ينسكب هذا الزيت اللي حكى عنه يعقوب على رأس الزوم، عفوا على رأس العمود، قريت الزوم. الرب يريد أن يضع زيت على حياتك، على عبادتك، لكي يشعل في داخلك الأمور السماوية. تعرف لما أنت تعبد، وأنت عم تعبد بالروح، وأنت عم تعبد وتسأل الحضور الإلهي يزداد، والرب زي ما حكينا ما بدي أكرر، شايفك بهاي الطريقة، شو بيعمل الرب؟ مباشرة 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 يفتح زيت الروح القدس. آمين. شوف السماء، شوف الحضور، شوف المجد، سماء تفتح،
لما تفتح السماء الأمور هتكون إلى قوة أكثر بحياتك. لما تنفتح السماء الرب يبتدي يتعامل معك. طب وين أركز؟ أركز على القسيس وسام ولا كنيسته، ولا أركز على فلان ولا على فلان ولا على أي إنسان؟ ولا لا لا لا، ركز على مكان واحد فقط، زي ما حكيت، ركز على يسوع، ركز على السماء، ركز على الأشياء اللي يعطيها الرب من السماء. يعني النار ما بتجي إلا من العرش، مكتوب الرب إلهك نار آكلة. الرب إلهك نار، نار ما حدا يقدر يقف قدامه. هيك لما تستقبل من السماء أنت بتستقبل النار. خلونا ندخل أكثر، لساتنا بالبداية، استعدوا. النقطة الثانية، أول نقطة ركز، ثاني نقطة كن على دراية، كن على دراية أو معرفة بالحق. شو يعني الحق؟ كن صاحي متيقظ لما تقول لك كلمة الرب. اسمعوني، هذه الآية تنطبق على كل حالاتنا تقريبا، 95% من الأشياء اللي احنا بنجتاز فيها بتخص هذه الآية. تقول اصحوا واسهروا، اصحوا واسهروا. ليه؟ لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمس من يبتلعه هو. الرب يقول لك أنه إبليس أسد زائر يلف حولك، ما يقدر يجيك بمواجهة، هو يلف حولك يبحث عن أي أبواب مفتوحة بحياتك. أسد زائر ليه؟ لأنه كل ما صوته ارتفع وأنت انجذبت لصوته راح تفقد معرفتك بالكلمة، وتفقد معرفتك عن الأمور الروحية وعن النار وكيف تشتعل وكيف تكون خادم قوي بنيران روح الرب. هو يريدك تسمع صوته، هو ما يريدك تسمع صوت الوعظ لما يقول لك امتلأ بالروح القدس، هو ما يريدك تسمع صوت الوعظ لما يقول لك لازم تكون مشتعل بنيران روح الرب. يجب أن تدرك، هذا إدراك، هذا معرفة، هذا أعرف الحق، يعرفون الحق والحق يحررهم. يجب أن تدرك أنه إبليس لا يريدك أن تعرف شيء عن النار. خليك يا أخي بدون نار، خليك بدون نار، قم بواجباتك الدينية، قم بطقوسك الدينية، تعال يوم الأحد للكنيسة، ادفع عشورك، اعمل، اعطي، يلا اعمل، يشعرك بقداستك بالأمور الدنيوية. بينما الكتاب المقدس يقول لك لا، بدك تعرف إشي اسمه النار، بدك تعرف أنه أنت كمؤمن لازم تكون مشتعل روحياً. ليش يا طالما بدك تعرف عن النار؟ تعرف ليه؟ لأنه معرفتك عن النار يخيف الشيطان بشكل قوي جداً. كتاب قال كونوا نور للعالم، مش قال الكتاب أنتم نور العالم؟ شو يعني نور العالم؟ نور العالم باللغة الأصلية معناها لازم تكون أنت مشع. عارفين الإشعاع؟ أو إيش المشع؟ النور مش معناها هذا اللايت الصغير اللي أنت ماسكه يطلع لك مكان، لا، إشعاع، تشع. كيف هاي الإشعاع يزداد؟ لما تكون أنت في الحق، لما تكون أنت في الحق تبقى إنسان لامع، لأن الحق الكلمة تعمل سنفرة، تسنفر لك حياتك، تسنفر لك الأشياء، تغلق الأبواب المفتوحة عندك. ولو غلقت الأبواب وأنت أدركت، استيقظت، صحيت، انتبهت، تيقظت أنه في خصم عندك اسمه أسد زائر، هذا عم يدور كيف يخفي عنك إشي اسمه نار الروح القدس، مواهب الروح القدس، عطايا الروح القدس. يقول لك اسمع، أوعى توصل لخدمة اسمها خدمة التحرير، أوعى توصل للتحرير، خليك 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 بالأشياء البسيطة. ليه بيخاف من هاي النار؟ لأنه هذه النار بتخليك أكبر حجماً وقوة من منه. اسمعني، هاي النار لما تشع داخلك، لما تعكس نور يسوع
تصبح أكبر منه بكثير. هذا ما سيجعلك تنقذ الآخرين من يده. الكتاب قال لا يمكن أن تنهب بيت القوي إن لم تربطه أولا. طب لو أنت أضعف منه شو راح يحصل؟ لو أنت ضعيف، لو أنت ضعيف بالحق، لو أنت ضعيف بالكلمة، لو أنت غير متيقظ، لو عندك أبواب مفتوحة، لو كل شوية بتنط مكان، لو كل شوية فاهم أنه هذا المكان فيه روح الرب وهذا المكان فيه روح الرب وهذا نو no. هذا مش تعليم كتابي. تعليم الكتاب بيقول لك المكان اللي فيه روح الرب، المكان المشتعل بنيران الروح القدس، المكان اللي فيه قوة الروح القدس، هذا المكان لابد أنك أنت تنبني، لابد أنك أنت تستفيق، لابد أنك أنت تمارس جميع الأعمال الروحية الموجودة في كلمة الرب من حرية وشفاء وإقامة أموات وإطلاق المأسورين وكرازة وكل ما يخص كلمة الرب الذي تنقذ وتجذب الناس إلى يسوع. مش هدف إخراج الشياطين أنك أجيبك للكنيسة، هدف إخراج الشياطين أنك تطلع للمسيح، عيونك تنفتح، قلبك ينفتح، تمتلئ بالنيران، تنقذ. هدف النار أنك تنقذ الآخرين من يد إبليس. هذا اللي بيقتل إبليس، هذا اللي يخلي إبليس يصون بأسنانه لك هذا عم يطلع الناس من مملكتي، هذا شو اللي عم يخليه هذا الإنسان أقوى مني؟ الحق، جالس في الحق. شو اللي يخلي هاي الخادمة مختلفة؟ عيونها مفتوحة، عيونها مفتوحة. هذا اللي يخلي دراستك تفتح أعين العميان اللي أعماها إبليس، والإبليس أعمى أذهان غير المؤمنين لكي لا يروا استنارة إنجيل مجد المسيح. إذا عندي أعظم سلاح ممكن أستخدمه ضد مملكة الظلمة، أعظم سلاح هو أن نبقى على دراية، على معرفة بالحق الكتابي. الشيطان يريد يغطيك حتى لا تنور الكتاب المقدس. لا يمكن أن يوضع السراج ويوضع فوقه مكيال. ليه؟ لأن وظيفة السراج أنه ينور الطريق للداخلين. إبليس هو الغطاء، إبليس هو السراج، إبليس هو المكان المحفظ، مش السراج، إبليس هو الكفر اللي لما يشوفك أنت عم تلمع يجي يطفيك، ولو ما قدر يطفيك يخمدك، ولو ما قدر يخمدك يحاول يعمل معك أي شيء حتى يسرق فرحك وسلامك بكل الطرق حتى تنطفئ روحياً. كن على دراية. يجب أن ننتبه، تبه هاي كلمة خطيرة جدا بالتعليم، يجب أن تنتبه أن لا يسرق منك الشيطان نارك من خلال تشتيت انتباهك. فاكرين الخطوة الأولى قلنا لازم تركز، لازم تركز. شو يعمل الشيطان؟ يشتت لك نظرك. عارفين اللي بيخلي الحصان يطلع للأمام ما يرجع للخلف؟ الحصان عنده مشكلة، عيونه غير ثابتة. لهذا تلاقي الناس اللي تستخدم الحصن يخلي جلد من هذا المكان وجلد من هذا المكان. ليه؟ لأن الحصان دائما هو طالع للأمام عيونه ترجع للخلف فيقلب، فيخلوا له جلدة من هذا المكان جلدة من هذا المكان. الشيطان شو بيعمل؟ بيحاول يخلي عيونك مشتتة. لو قدر الشيطان يشتتك عن الكلمة، عن الحق، يشتتك عن أنك تطلب نار الروح القدس، لك خليك في الأشياء البسيطة، خليك في الأشياء اللي ما تأثر. بس راح يحاول يعمل كثير أشياء ضدك. إبليس راح يحاول يعمل كثير أشياء ضدك. يجب أن تدرك بعض الحقائق التي سوف يفعلها إبليس معك. سيحاول أن يجفف، اسمعني، يجفف النار في داخلك. سيحاول أن ينزلك من مكانتك الروحية المرتفعة من خلال روح التدين لكي يمحو هويتك. أكثر مشكلة غير التشتيت يشتت نظرك، وغير يخليك ما تركز، وغير أنه يخليك بعيد أو يخليك غير مقتنع بهذه النار. الطريقة الأخرى اللي يستخدمها إبليس حتى يطفئ النار اللي داخلك هي مصيبة التدين.
يرسل لك أرواح تدين حتى يغير هويتك من ابن لعبد. قوانين يسوع لما كان يشتغل في الخدمة صادف كم كبير جدا من المقاومين، كلهم كانوا متدينين فريسيين وكتبة وغيره وغيره. هذا يرسل أخونا يوثام يقول له موجود على الفيسبوك، لأن أنا مش قادر أرد عليه. أخ يوثام سيحاول أن يجفف النار في داخلك. كيف 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 النار تجف؟ كيف النار تجف؟ خلي عليه شوية مي يغطيها، خلي عليه شوية رمل، شوية أتربة، تدريجيا تبدي هذه النار تجف تجف تجف، تنطفئ تنطفئ، تخمد 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 تخمد. يرسل لك روح تدين، يرسل لك أشياء تخص التدين حتى يربطك بهذا الموضوع. أكثر ما كانت الحرب قائمة ضد يسوع لإيقاف النهضة الروحية. تعرف لو أنت راعي كنيسة وبتسمعني هاي اللحظة، أنا بدي أعمل 2023 نهضة روحية. مبروك، ربي باركك. شو البلان؟ البلان بدي أعمل هيك وهيك. أقول لك شو البلان؟ البلان تعمله ارفع من وسط هذه النهضة كل إنسان متدين. شيل المتدينين، شيل الفريسيين، ارفع من وسط كنيستك الفريسيين الصدوقيين اللي مش عارف مين الكتبة، ارفع النهضة تجي الوحدة، مش محتاج تعب نفسك وتعمل نهضات. أكثر ما كانت الحرب قائمة ضد يسوع لإيقاف، عارفين يسوع عمل نهضة روحية 3 سنوات ونص، كانت نهضة روحية لإيقاف النهضة الروحية التي كان يعملها هي الأشخاص المتدينين من الكتبة والفريسيين. إذا روح التدين ما قدر يسيطر عليك وما قدر يغلبك، فأنت شخص نادر ومميز راح تكون بالكنيسة. راح تلاقي الناس هيك تشكر عليك يقول لك أنت ليه مختلف؟ ليه مش مثلنا؟ تعرف ليه مختلف؟ لأن روح التدين يطفي النار، روح التدين يرمي عليك أتربة، روح التدين يرمي عليك تعليم 1 2 3 4، روح التدين يقول لك امشي بهاي الطريقة، روح التدين يفرض عليك فرائض، روح التدين كان المسيح شو بيعمل بينتقده، روح التدين له مظاهر الإيمان لكن منكر القوة، روح التدين المظهر الخارج قبول مبيضة لكن من الداخل عظام وجيف وعظام أموال. روح التدين بيفصلك عن النار. ليه؟ لأنه حاول روح التدين يفصل يسوع عن نيران الروح القدس. إذا لم يسيطر عليك روح التدين فأنت نادر ومميز، هذا اللي قالوه على يسوع. أنت ليه يسوع مختلف عن الآخرين؟ لأنه النار موجودة عليه، وكانت هذه النار بتشتعل في داخله، وهي النار كانت مستمرة مش يوم 50 فقط، لكن كانت مستمرة دائما في حياته. النقطة الثانية، يجب أن تدرك الإبليس ما بدك تعرف عن النار، هذا واحد. اثنين، لازم تدرك أنه إبليس راح يحاول أن يدفعك إلى الوراء، يدفعك إلى خلف. كل مرة يحصل تقدم روحي بحياتك وازدياد للنار بداخلك، راح تلاقي إبليس يدفعك للفتور الروحي. افهم كلامي، إبليس مش رح ينتظر أنك أنت تصعد روحياً وتقوى روحياً هو رح يتفرج عليك. لا، هو يراقب النار اللي جواتك. هو ما يخاف منك، هو يخاف من النار اللي جواتك. شافك بديت تصعد، تزداد، تشتعل، نار بديت تزداد بداخلك، يعمل بوش. يلاقي لك واحد بالكنيسة من الأخوة اللي كانوا يصلوا معك، يقوم عليك يعطيك رسالة خلاصية دينوية دنيوية، يلبسك إشي خليك ترجع خلف 180 درجة. ليه بيعمل هيك؟ لأنه في حدود، هو راسم لك حدود. هاي الحدود اللي هو رسمها لك بده إياك تتخرج، تخرج أو تطلع منها. لما يشوفك أنت خرجت أو طلعت من هذه الحدود، راح يحاول جهد إمكانه أن يرجعك للحدود اللي أنت تعديتها. ما بده أنت تتعدى هاي الحدود، راح يرسم لك حدود.
حاول يدفعك إلى الوراء كلما تقدمت روحيا وازدادت النار بداخلك لكي تبقى فاتر ومن دون تأثير. كنيسة واحدة من الكنائس، آخر أفتكر آخر كنيسة كانت، قال له أنت فاتر، أنت فاتر، أنت مش حار، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لودكية تقول إني غني وقد استغنيت، بس تعدى هاي الحدود، خليك افهم كلامي، افهم كلامي، لا تقول لي أنا بجتاز في ظرف روحي فأنا فاتر. اسمعني، كلمة فاتر بالنسبة لي، كلمة فاتر أنك أنت ما عندك نار، هاي كلمة فاتر. بدك أنت تفسر على مزاجك، فسر. أنا عندي كلمتين، يا أما تكون ناري يا أما تكون ما عندك نار، يا أما تكون روحي يا أما تكون جسدي، يا أما تكون مخلص مغسول بالدم قوي ماسك سلطانك، يا أما لا تقول لي أنا اليوم هيك وبكرة هيك. لا، بحكي عنه، ما في ثلاث وجوه، في وجهين. يقول لي أنا فاتر، أنا أفهم من كلمة فاتر أنت ما عندك نار، يقول لي أنا عندي نار. الفاتر لا يؤثر، الفاتر وقفوا، لا تقبل. لو أنت فاتر لا تخلي إيدك على الناس، لو أنت فاتر لا تعطي نبوءات، لو أنت فاتر خليك بعيد عن الأشياء الروحية إلى أن تشتغل. أنت كخادم تعرف حدا فاتر، لا تستقبل منه، لا خلي إيده عليك، قل ستوب، لا تخجل. ليه؟ لأنه فاتر، لأنه ما عنده نار. رح ينقلوا إلك بهاي وضع اليد وبالنبوءات وبالإعلانات، رح ينقلوا إلك الفتور، رح ينقلوا إلك الضعف. طب ليه أنا بسمح أعيش بالضعف وأنا بدي نار؟ أنا بدي نار، أنا ما بدي أكون مع شخص فاتر. فاتر كل شوية متقلب ومزاجي لا أنا بدي نار، أنا بدي إخراج شياطين، أنا بدي مسحة شفاء، أنا بدي إقامة أموات، أنا بدي يسوع يكون حاضر في حياتي، أنا بدي نار تتدفق من عندي. فاتر لا تعني، عفوا، فاتر تعني لا قوة لديك ولا يخاف إبليس منك أبدا. ليه؟ إبليس لا يخاف من الفاترين. نرجع شوي، هاي يجب أن تدرك بأن الشيطان يجول ملتمس من يبتلعه أو يسرق منك حريتك، يكذب عليك في ذهنك لكي يخدعك ويطفئ نيرانك. طيب ندخل شوي بعد. طيب شو الخطوات اللي بده يستخدمها إبليس حتى يحولك فاتر؟ أول مكان يهاجمك فيه إبليس، أنا قلت من شوي بالتعليم، لازم تكون الأعمدة في بيتك مصبوب عليها زيت. ابنك، بنتك، زوجتك، حفيدك، لو أنت في كنيسة، الأعمدة اللي تتعامل معاها لازم مثل ما حكى يعقوب، لازم يصب عليها زيت، يصب عليها الروح القدس. طيب فهمنا أكثر، أول مكان راح يهاجمه إبليس، راح يحاول أن يقسم أسرتك، رح يقوم عليك أولادك، رح يقوم عليك زوجتك، رح يقوم عليك ابنك، رح يقوم عليك بنتك، رح تلاقي أشياء، تلاقي نظرات، تلاقي كلمات، تلاقي عبارات، تلاقي سلوكيات، إهمال. ليه كل هاي الدنيا قامت علي بهاي الطريقة؟ لأنه ما يحب أنك أنت تكون قوي روحيا، يريدك عبد، يريد حالتك النفسية متردية. لو أنت حالتك النفسية متردية وحالتك النفسية أصيبت بالإحباط والكآبة، وجسدك أصيب بالتعب والملل، ما هو لما تتعب جسديا تصاب بالملل، لما تتعب روحيا نفسيا تصاب بالتعب الجسدي. فلو قدر ياخذك من خلال عائلتك، اتبع على كلامي، من خلال عائلتك يضربك بالأمور الجسدية، يضربك بالعبودية، يقسي عليك أحد أفراد الأسرة، شو راح يحصل؟ يصيب، يخلي حالتك النفسية متردية،
هذا السبب أم بقول لك، لما تكون أنت على الجراية وعيونك مفتوحة روحيا راح تعدي مشكلة الأسرة، الأم، الأب، الجنريشنز، الأجيال. أنا جاي من بلد في مشاكل روحية. صح، هذا الماضي، بس أنت عينك انفتحت. عيني انفتحت، عرفت، فهمت. طب كيف أتعامل؟ أتعامل من خلال الكلمة. أنا عندي دراية في الحق، أنا عندي معرفة للحق. اثنين، يجب أن تجدد ذهنك كل يوم بالكلمة. لما الكلمة هي الوقود، انتبه على كلامي، الكلمة هي الوقود اللي يشعل النار. لو أنا ما عندي كلمة، ما عندي الحق، الشيطان مش راح يتعب معي. يعني أنا مش بعرف الكلمة، مش بعرف الوعود، ترب راح يدخل مباشرة يدمرني. لازم تكون الكلمة هي السراج لعينك، الكلمة تنطلق من هذا المكان، من رأسك إلى عينك إلى لسانك إلى أذانك إلى نفسك إلى إيدك. لما هذه الكلمة موجودة تلاقي كل اللي فيك، عينك تلمع. فالعدو أول ما ينظر بعيونك يرتعب. ليه؟ لأنه الكلمة متحدة مع النار، وقود. أنت عم تجيب وقود، عم تجيب غاز وترميه فوق النار، فتشتعل كلك من فوق إلى جوه بسبب الكلمة. من دون دراسة للكلمة أنت جاهل في الأمور الروحية. وما أقصد الدراسة بالكلمة يعني تحضر لي بايبل ستادي أو درس الكتاب، لا، لازم تتعب. ما بيعرف قديه بتتعب. أنا تجي أيام ما أنام للصبح أدرس. في أخ من الأخوة قال لي كلام أغضبني من يومين، قال لي أنا خلص استنهيت، عرفت الرب، هل أنا ممكن أجلس في بيتي وأقرأ الكلمة وخلص؟ أنا مش محتاج أروح اجتماعات كنائس ممسوحة ولا، أنا مش محتاج، خلص أنا عرفت الحق وبقى له 5 سنين مع الرب. قلت أديه هذا جاهل، أنا بقى لي 25 سنة مع الرب ولسه شايف نفسي طفل في الإيمان. من دون دراسة للكلمة، من دون عمق في الكلمة، من دون جدية، من دون نشاط، اصحوا واسهروا، اصحوا واسهروا، التزام، تضحية، تصديق الحق، يجي النار، يجي النار. أنا بدي النار بدون ما أتحمل مسؤولية. يجب أن تغلق الأبواب في حياتك التي يمكن أن يستخدمها إبليس للدخول إليك وتشتيتك. ماذا يعرف هذه الأبواب غيرك أنت؟ أبواب هي نقاط ضعفك، نقاط ضعفك يعلن لك الروح القدس. اغلق كل الأبواب اللي الشيطان يشتغل فيها عليك. أول ما تشعر نفسك فاتر، هادئ، مش نشط، خامل، لا تبقى على أنت فيه، اسرع، تعال على خادم قل له صلي لي، خلي إيدك علي. بس مش أي خادم، لازم يكون خادم مشتعل بنيران الروح القدس. روح على راعي كنيستك، لو راعي كنيستك شخص ناري معمد بالروح القدس، روح عليه قل له خلي إيدك علي وصلي لي. ليه؟ لأنه لازم تشتعل، لازم تأخذ وقود. الكلمة وقود، وضع اليد وقود، الصلاة وقود، وجودك في محضر الرب في الكنيسة وقود، وجودك مع ناس مؤمنين وقود، كل هذا وقود للنيران اللي جواتك، النيران اللي في داخلك. يجب أن تطلب من الرب أن يعطيك روح تمييز الأرواح لكي ترى الأبواب المفتوحة بحياتك والطرق التي يستخدمها إبليس لأجل إخماد وسرقة النار من داخلك. أنا هاي ثاني مرة أكتب سرقة النار، لأن إبليس اللي يسرق النار، إذا يخمدها ما بده نار، ما بده نار جواتك، بده ظلمة، بده يشوف ظلام داخلك. فبكل طريقة راح يقاتل حتى هاي النار ما تظهر عليك ولا تبان عليك. قال داود في مزمور 51 هذه الكلمات عن عمق. شوف أنا قلت النار تضرب 3 أماكن، جسدك، عقلك وأفكارك وروحك. سماها داود
العقل الباطن أو الباطن، هل قد سررت بالحق في الباطن؟ ففي السريرة تعرفني حكمة. في السر يتكلم عن الرب في إذنك بالحكمة، والحكمة مهمة، الحكمة مهمة في حياتك الأرضية. الأرضية ليه؟ أنت مش في السماء، أنت في الأرض، وفي الأرض أنت تحتاج حكمة. من وين تجي هاي الحكمة؟ تجي عن طريق همسات الرب السرية. وين يهمس الرب؟ قد سررت بالحق في الباطن. في الباطن شو يعني؟ لما تتعلم الكلمة، خذ الكلمة، خذ الحق، واعتبر التعليم، اعتبر الكلمة هي المعلم لك. ليه؟ لأنك اللي أنت بتطلبه راح تاخده من خلال الكلمة. مثل ما أنت بدك اليوم تشعل نار في بيتك أو تشعل حطب، تحتاج إلى جهد مستمر حتى تشعل. أنا قلت في أشياء تستخدمها كوقود حتى تتحرك من خلال هذه الوقود. هذه الآية أخذناها من دقائق، على امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن. امتحن كل الأشياء اللي موجودة وخذ الوقود الحقيقي. كنا بالسابق لما نحتاج وقود كنا ندور على الوقود بأي مكان، فكان بعض الناس تغش، تخلي شوية مواد للوقود أقل قيمة حتى يفرق بالسعر. احنا مش عرفنا شامين وقود، راح جبت الوقود وخليته بالسيارة أم الموتور احترق. طب ليه الموتور احترق؟ ما أنا جايب وقود. بس وقود مفشوش. لما حدا يقول لك إنه هذه النار مش إلك، هذه النار الفلان، لما حدا يقول لك هذه المسحة مش إلك، لما حدا يقول لك اوعى تتكلم بالامور الروحيه الثقيله او تطرد شياطين او تخرج شياطين او تشفي مرضى، اعرف انه الوقود التعليم المقدم لك في شيء ميكس معه اصبح تعليم مزيف. في هذا النوع ابليس مش محتاج يبذل جهد عالي حتى يطفي النار. هو هذا التعليم راح يخليك مهمل، راح يخليك كسول، راح يخليك يا نار يلا خليني اجي للكنيسه واطلع، وشوي شوي مع التدرج بالانطفاء النار بليس يقعد رجل على رجل يتونس ويشوف هذا الميكس من التعليم الخلط بطريقه هو لوحده اللي بيطفي النار عندك. هو مش محتاج يقول لك مع السلامه انا بطلع من هذه الكنيسه، مش محتاج اصرف وقت واجيب رمل واجيب مي واجيب حتى اطفي هذه النار. هي اصلا الكنيسه منطفيه، هي اصلا الخادم منطفي، الكل منطفيين. ليه؟ لانه ما في كلمه حكمه عم تطلق في اذنك، عم الرب يعطيك اسراره، سر الله لخائفيه وعهده لتعليمه. ما في قوه في الانسان الباطن، سررت بالحق في الباطن. الحق يعني الكلمة. أنا بفرح لما بستقبل الكلمة في داخلي، بفرح في هاي الكلمة الحقيقية لما الرب يسرني بأسرار سماوية، يعطيني روح النبوة. في ناس تقول لك يلا نبوءة، خذ نبوءة، حافظ مجموعة نبوءات سامحها من فلان ومن فلان، وأول ما يشوفك يقول لك في بركة على حياتك، في إيش راح يحصل، في دا 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 دا. ويخلي إيده ويصلي لك ولا شيء يحصل. ستوب، هذه مش حكمة. الحكمة تأتي بالسر في السريرة بالهمس، يهمس الرب في إذنك. لا خلي سيس وسام يعطيني أسرار. حبيبي أنا ما بعطيك أسرار، أنا ما عندي أسرار. الرب يهمس في بطنك بالكلمة بالحق. خلونا ندخل أكثر. أقول لك الله اختارك من البدء للخلاص بتقديس الروح. قال يسوع الكلمات التي أكلمكم بها هي روح. وأنا بمشي بسرعة شوي، بدي أصل إلى النقاط الأخيرة حتى ما أطول كثير. هناك خطر كبير في إهمال الصلاة ودراسة الكلمة. هذه الأدوات ضرورية لإشعال نيران الروح القدس في داخلك والحفاظ على لهيبة حار وناري ومشفعة. هذه الوقود اللي أنت تحتاجه حتى أنت تتحرك. بولس لما أخذ روح تيموثاوس، لما أخذ روح النبوة من بولس بوضع يدي بولس، قال له لا تهمل العطية التي فيك، لا تهمل الإشي اللي أنا عطيته إلك. ليه؟ لأنه وقود رح يضرم. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم، يعني
وقود روحي، وقود روحي تظلم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي في تيموثاوس الثانية 1:6. أنا بمشي بسرعة شوي حتى أصل النقطة رقم ثلاثة. النقطة رقم ثلاثة مهمة أيضا. النقطة رقم واحد قلنا ركز. النقطة رقم اثنين ادرك، افهم، اعرف. النقطة رقم ثلاثة استمر، لا تنقطع حبيبي. مو تجيني يوم وتغيب لي 20 يوم. استمر بالحضور في الأماكن التي تتدفق فيها المسحة والدار، الأماكن التي لديك اختبار فيها بالتقابل مع النار وشعرت بالحرارة والفيض والحرية. يعني اليوم أنا دخلت كنيستي وهذه الكنيسة أو جماعة المؤمنين أو شخص أو أخ اختبرت مع هذا الأخ قوة في تدفق المسحة، اختبرت النار، شفت النار عم تتدفق. أنا كمؤمن بتحس في النار، قلت رعشة، إشي يمشي على جسمك، فرح، سلام داخلي، سقوط، كل هذا اختبارات للنار. أنا اليوم اختبرت بالعمق مكان في مسحة، مكان في نار، مكان في اختبار حرية، تحررت من إخراج شياطين تركتني في هذا المكان. شعرت بأثناء الصلاة النار عم تطلع من إيدي، النار عم تطلع من ظهري، النار عم تخليني أرتعش، النار كل اللي أنت بتسمعه. لازم تبقى في هذا المكان. ليه؟ لأنه هذا مصدر للنار، هذا مصدر للنار. ليه بتتركه؟ ليه تركته شوية تعليم. وجودك في هذه الأماكن اللي هي مختبرة قوة المسحة والحضور والنار و و و و شو يعمل؟ رح يعطيك رؤية في عالم الروح. يعني شو يا أستيس وسام دخلتنا بموضوع رؤى؟ نعم أدخلك بموضوع الرؤى. وجودك في مكان يتدفق من عنده النار راح يخليك تشوف بعيون مفتوحة رؤية لحياتك في عالم الروح. قل أنا بشوف إشي غريب، أنا بشوف إشي، مين هذا الروح اللي عم يتحرك؟ طب حبيبي أنت ما كنت تشوف في عالم الروح، أنت كان عيونك مغلقة في عالم الروح. لا بديت أشوف في عالم الروح، كيف؟ لأني أنا شريك خدمة مع أخ أو أخت، مع كنيسة أو راعي، مع شخص مليان بالنار. النار انتقلت من هذا الشخص إلي، حتى لو كانت خدمتك مع هذا الشخص أو في هذه الكنيسة إنك مجرد تكسر خبز معهم أو تصلي بالخفاء أو تعمل أي شيء غير ظاهر قدام الناس، لكنك أنت في طبيعتك شريك خدمة حتى لو أنت في بيتك. وجودك في هذه الأماكن راح يعطيك رؤية في عالم الروح. اثنين، عارف تليفونك لما يحتاج الشحن؟ وجودك في أماكن فيها قوة النار الروح القدس تعطيك شحنات روحية تقودك في خدماتك بنجاح. شحنة تشارج، كأنه حدا بيتشارج تليفون، أروح أنشحن. أنت بتنشحن لما تكون في مكان مشحون بحضور الرب، مشحون بالمسحة. هذه الأماكن سوف تبنيك روحيا لكي تكون قوي في المواجهات الأخرى. هاي مهمة جدا. هذه الأماكن سوف تبنيك روحيا. أنا محتاج بناء روحي. ليه؟ لأنه عم بنظر بروحيا، عم بنظر بإيماني. كل شوي واحد طالع لي بتعليم، كل شوي واحد فاتح لي على الفيسبوك وعلى الماسنجر وعلى وداز لي رسالة وداز لي على اليوتيوب، فأنا عم بنظر بروح. أنا محتار شو أعمل؟ التصق بالمكان الروحي اللي اختبرت فيه نعمة المسيح، التصق بالمكان الروحي اللي أنت فيه شفت قوة حضور الرب، التصق بالمكان الروحي لأنه هذا راح يساعدك على المواجهات الأخرى. لما يجي إبليس حتى يواجهك ما راح يقدر. ليه؟ لأنك أنت خارج من مكان غلفك فيه الروح القدس وأخذ كل الأماكن المفتوحة اللي كان يقدر يدخل العدو من خلالها إلى حياتك.
أصبحت قوي جداً بسبب النار والمسحة التي فيك اللي أخذتها من اجتماع هذا المكان. لما أكون أنا في مكان ضعيف، الأماكن الضعيفة في حياتك راح تختفي أمام إبليس. ليه؟ كيف راح تختفي هاي الأماكن؟ بسبب وجودك في مكان روح مشتعل بقوة الروح القدس. طب أنا ضعيف، ضعفاتك سوف تتحول إلى أماكن قوية وأبواب مغلقة وحصينة في وجه إبليس. مهما تكوني حصينة راح توعي أسوار. ليه؟ لأنه في قوة. لما تكون أنت في مكان في قوة، في مركز القوة، كل الأشياء الضعيفة الغير ثابتة، الأبواب المفتوحة، الشهوات، العلاقات الغلط، راح تتبكر، راح تجي للرب، راح تغلق الأبواب، راح تكسر اللعنات، راح تسمع كلمات تدخل إلى أعماقك، راح الكلمة تصدق في أعماقك، راح يهمس الرب في أذنك، راح يعطيك الإعلانات، راح تبدي ترى الرؤى في عالم الروح، راح تنشحن روحيا. وجودك في أماكن خالية خالية من النار، شو راح يحصل؟ حتى لو كنت أنت مليان بالنار، راح تخمد النار التي فيك، راح تنطفي حبيبي، مع الوقت راح تنطفي، لأنه المكان اللي أنت فيه من الأساس هو منطفي. هذه الأماكن سوف تعطيك القوة للاستمرار في الخدمة. كل الناس قايمة علي اللي أنا أخدم، أنا أعمل في حقل الرب، بالرغم من وجود الكثيرين من الفريسيين والمتدينين من حولك، منتقدين قيامة، بس أنت وين مركزك؟ وين هويتك؟ أنا هويتي بالشارع، عم بخدم الناس وبخدم العالم على الزوم، وبطرد شياطين وبشفي مرضى وبطلع. شو اللي بتعمل كل هذه الأشياء؟ أنا بعمل هذه الأشياء بسبب النار اللي جواتي. شو مستفاد؟ سمعتك راحت الآن، سمعتي راحت على الأرض، بس أنا مش مهتم، لأنه سمعتي بالسماء أقوى من سمعتي على الأرض. التصق بخادم ممسوح وأعمل معه، لأن هذا سوف يشعل النار في داخلك بقوة. أربعة، لازم تعتني بجسدك لأنه هيكل الله. لازم تعتني بجسدك لأنه إحنا عندنا أهمال في أجسادنا. أنا غلط أني أنا أصحى لغاية 6 الصبح، بس قد ما طول الليل بفكر بالأشياء وبالخدمات وبصلي، تلاقي وعد الوقت بدون ما انتبه. كتاب قال أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل مش هياكل. بعض الناس تصلي إحنا هياكل، لا إحنا مش هياكل. جسدكم بصيغة الجمع هو هيكل للروح القدس الذي فيكم. هو جسدك هو مكان النار الذي لكم من الله، وأنتم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يجب أن تعيش في الروح طول الوقت، هذا مبدأ عام لحياة كل مؤمن، ولكن من الحكمة أيضا أن تعتني بجسدك على الأرض، فأنت لست في السماء. أعتني بجسدي. كيف أعتني بجسدي؟ يمكن تقول لي هذا غير موضوع. لا، هذا من ضمن النار، من ضمن النار. نعم، خذ وقت بالنوم. لا تخلي ضميرك يأنبك، لا، خذ وقت راحة، خذ وقت نوم، خذ وقت صوم، خذ وقت مارس في الرياضة. دائما عندما كنت أشعر بالإحباط أو الملل، بس تشعر بالإحباط والملل أعرف أنه جسدك تعبان، أعرف أنه جسدك ما أخذ كفايته. راحة جسدك مرتبطة بفرحك ومرتبطة بالنار التي في جسدك. النار في جسدك تعمل بقوة من خلال النوم. ليه؟ لأن أحلامك الروحية متاحة لك لأنك تستقبل نار في أحلامك الروحية اللي يعطيها لك الرب. لازم تنتبه أن تسير بحكمة في الاعتناء بجسدك وطعامك، لأنك سوف تحتاج هذا الجسد في حصولك على النار. وصلنا تقريبا للآخر، لسه قدامنا شوي. هذه النقطة هامة جدا، كيف النار. احنا فهمنا هلا تركيز، ادراك واعي للمعرفة، واعية اهتمام بالجسد، لازم اهتم بجسدي. فهمت انه لازم اكون وسط كنيسة او وسط مؤمنين مشتعلين. طب هل في شيء اخر؟ نعم، في العهد القديم تكلم عن النار وسماها نار التكريس،
طب شو نار التكريس؟ يعني شو معنى نار التكريس؟ لقد لاويين 6 12 إلى 13. والنار على المذبح تتقد عليها، هذا المذبح، هذه النار فوقها، هذه النار متقدة. شو مواصفات هذه النار اللي موجودة في المذبح والموجودة في الهيكل؟ مذبح في الهيكل اللي هي بالدقائق حكينا عن جسدك هو هيكل الروح القدس. لما أنا ليه قلت الجسد مهم؟ جسدك هو الهيكل، النار موضوع على قلبك في المذبح. طيب مواصفات هذه النار، يقول لا تطفأ، لا تطفأ، هذه النار لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطب كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة. نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. أخطر ما يمكن يتعرض له الخادم عندما تنطفئ هذه النار. طب كيف أخلي هذه النار متقدة؟ اسمع، ويشعل عليها الكاهن حطبا. هذا اللي نحكي عنه. شو قلنا الحطب؟ قلنا كلمة الله، قلنا الصلاة، قلنا الشراكة، وجودك مع مؤمنين مشتعلين بالروح القدس، قداستك، تكريسك، تكريس جسدك للرب، حياة التوبة، حياتك بالكلمة، حافظ الكلمة، تعيش باستقامة، أعمدة تخلي عليها زيت. في شغل مطلوب منك. هذا الكاهن لو نام النار انطفت. هذا الكاهن لو مش كل صباح يجيب حطب، كل صباح، كل صباح الخلوة الصباحية، الخلوة مع الرب، الذين يبكرون إلي يجدونني في الغداة، أوجه صلاتي نحوك، في الغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. هذا الكاهن لازم مسؤوليته الوقود، مسؤوليته الحطب، ولازم يجي الحطب ويرتب الحطب على المحرقة. لازم في ترتيب يعمل هذا الكاهن، ويوقد عليها شحم ذبائح السلام. الشحم يرمز للمسحة، يرمز للدهنة، يرمز للقوة التي تكسر النير. بعدين بيقول لك هذه النار، النار الذي فيك دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ، لا تطفأ، لا تطفأ. للحفاظ على النار كان على الكهنة أن يكون كهنة يكونوا منتبهين، يقظين لوضع الحطب بشكل مستمر كل صباح وبشكل يومي، والتأكد من أنها لم تطفأ ومراقبتها. النار تأتي عندما تقدم نفسك للرب. قال في رومية 12: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادة عاقلة أو عقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تتغير إلى تلك الصورة عينك. كيف تتغير؟ لازم تقدم، لازم تكرس نفسك للرب، لازم تأخذ قرار التكريس للرب. هذا دورك ككاهن، هذا دورك كابن للرب. هاي مسؤوليتك أنك تبقي هذه النار جواتك مشتعلة. نار روح القدس مسؤوليتك أنت، مش مسؤولية الرب. أنا ما سمعت عن هذه النار، اليوم سمعت. لا تترك النار بدون وقود، لأنه راح تنطفئ، راح تنطفئ، راح تخمد. مجرد إهمالك للوقود اليومي راح تخلي هذه النار. ممكن يكون عندك خدمة عظيمة، ممكن يكون عندك خدمة إقامة أموات، لكن ما عندك جلسة مع الرب، ما عندك عمق في الكلمة، ما عندك اجتهاد في الكلمة، ما عندك تكريس في الكلمة. شو هيحصل؟ مش راح يتعب نفس الشيطان فيك، لأنه عارف مع الوقت ما دام ما في الخميرة، ما في الوقود، مش محتاج يتعب معك أبداً. هو محتاج فقط أنه يشوفك أنت كيف عم تتعامل، ساكن هادئ خامن. مع مرور الوقت راح تفقد النار، تنطفئ، وهذا يكون أخطر ما يجي على حياة أي خادم من خدام الرب. لذلك احفظ، شوف داود، وأنا بمشي شوي هون أهم سرعة. داود لما شاف أنه النار بدت تنطفئ بسبب خطيته مع بتشبع، بمزمور 51 10 إلى 12،
شعر بالخطر، شعر بالنار بده تنطفئ، عرف لو انطفأت النار في حياته والرب أقام منه هذه النار فخلص، فقد حتى كونه ملك، فقد مسحته، فقد الزيت اللي وضع عليه، لكن أرسل له تنبيه من ناثان النبي، فداود أطلق هذه الكلمات خوفا من أنه يفقد المسحة، يفقد النار، قال قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيمة جدد في داخل، لا تطرحني من قدام وجهك، اسمع الآن قوة المسحة، وروحك القدوس لا تنزعه مني يا الله، لا تنزع مني هذا النار، لا تنزعها، خطر على المؤمن أنه يفقد هذه النار، خطورة. رقم 6، الصلاة الحارة المقتدرة، المذبح العائلي، الشركة مع أشخاص مليانين بالنار والمسحة، هذه أشياء رح تشعل جواتك النار باستمرار. لو أنت تشك لغاية هاي اللحظة أنا ما عندي الروح القدس وما عندي هاي العلامات وما عندي وما عندي وما عندي، أقول لك أنت أصلا ما عندك شركة مع الرب. لو عندك شركة مع الرب، لو عندك صلاة مقتدرة، لو أنت عندك مكان في عمل يومي ومستمر للروح القدس، ما راح تقول هاي الكلمات أبدا. تنالون قوة أنت متى يحل الروح القدس، تكون لي شهود أنت متى يحل الروح القدس، لما تجي النهار، لما تصلي واجتمعوا كانوا بقلب واحد صلوا صلاة واحدة، المكان امتلأ بالحضور الإلهي، الكل اشتعل، الكل أصبح نار جمرات، الكل ما قدر يطفي الكنيسة الأولى. ليه؟ لأنه أصبحت نار حارقة. أول ما حنانيا وسفيرة سرقوا، النار ضربت، النار دخلت، النار دخلت بقوة. آخر نقطة أحكي فيها ونخلص درسنا هذا اليوم، كيف أحافظ على النار؟ تواضع، انكسار. كل مرة تتواضع أمام الرب أنت بتفشل مخططات إبليس في سرقة النار من حياتك. في ذلك الوقت قال يسوع: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذا عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. شو يعني؟ قال لك الحكمة والاستخدام والقوة ما أعلنت، ما أعطيت للناس الحكماء، للناس الفهماء، للناس الشايفين نفسهم واصلين وفاهمين ومدركين، الناس اللي واقفين دائما يعلموك لكن هم مش عارفين ولا شيء، أعلنت هاي الحكمة، أعلنت هاي النار، أعلنت هذه المسحة للأطفال. كل مرة أنت أخذت موقف من هاي المواقف وشفت الناس عم تنعتك، عم تقولك أنت أحمق، عم تقولك أنت ليه هيك، عم توقف ضدك، عم تقولك أنت ليه عم بتدور على الأشياء المعلنة الظاهرية الكبيرة، خليك بالأشياء الصغيرة، انت وين وهي الاعمال. افهم، افهم انه كل مره بيقاومك ابليس، بيوقف ضدك ابليس من خلال اشخاص فهماء وحكماء، انت لازم تنزل الى مستوى الاطفال. الطفل في هاي النقطه هو انضج من الحكيم. الطفل هون اعلن له الرب اشياء لم يعلنها للحكماء والفهماء. الشخص اللي شايف عنده حكمه هو شايف نفسه حكيم، شايف نفسه فاهم عليك، تعامل معه مثل الطفل. هذا السبب لا تتأثر بكلام أحد، لا تتأثر بكلام الأشخاص. الأطفال ما بيتأثروا، الأطفال قلبه مليان بالتواضع، حتى لو حصل معه مشكلة تلاقي بعد دقائق نسي الكلام اللي حصل، وتدريجيا تلاقي هذا الطفل عم يختبر أشياء بحياته أعظم من الأشياء اللي يختبروا الآخرين، لأنه هذول الناس ما اختبروا قوة القيامة زي ما أنت اختبرت في حياتك الشخصية مع الرب. لذلك أخيرا أقول الأشياء الأخيرة، عمل مع المواضيع اللي سمعتها ببراءة الطفل، الرب رح يرفعك. الشيطان استخدم أشخاص جسديين حتى يتعامل معك، أشخاص غير روحيين، إخواتك في الكنيسة، مين ما كان الشخص اللي عم بيحاول يطفي النار داخلك، تعامل معه بتواضع، تعامل معه بطفولة. مين ما يحاول أنه يسرق النار بحياتك، وقف هذه السرقة. تعرف إبليس ليه بيوقفها؟ لأنه بيتألم جدا 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 وبيحترق لما أنت تقول باسم يسوع تنزل نار من السماء الآن وتحرق كل مراكز القوة اللي بيستخدمها إبليس ضدي. لما تقبض إبليس يرتفع، لما تقوى إبليس يضعف.
لما النار فيك تقوى، لما الإعلانات فيك تقوى، لما الاستنارة بيك تقوى، لما الحركات الأشياء الجسدية فيك تقوى تكبر وتقوى، أنت بتوصل إلى مرحلة متقدمة من الاختبارات مع الرب. توصل لنقطة يقول لك الرب أنت بهاي النقطة وصلت للآخر، وصلت للمكان اللي أنا بدي إياه. شوفوا دانيال 7 بيقول نهر نار جرى وخرج قدام. تعرف هاي كلمة نهر نار هي لغة الألسنة اللي أعطاني إياها الرب وترجمها إلي. نهر نار لما تتكلم بالألسنة، لما تصلي بالألسنة راح تفيض الروح داخلك، لما تتوب راح تفيض الروح داخلك، لما تتوب راح تعيش حياة الصلاة، راح تعيش حياة الملء بالروح القدس. أخيراً كمسيحيين علينا أن نتذكر أن التغيير ما رح يكون دفعة واحدة، لازم ننمو مع الرب، لازم تنمو شوي شوي، انمو مع الرب، تقدس مع الرب، عيش هويتك كملك وككاهن، لا تخلي هويتك تسرق. تذكر دائما أنت المذبح الروحي اللي الرب يشتغل عليه ويبدي يبنيه. كل مرة يبديك الرب، كل مرة يعطيك الرب قوة، كل مرة يخليك الرب تتأمل بالحق والحق يبقى بداخلك، رح تسمع توجيه واستخدام ناري بالروح القدس. كل اللي سمعته مني اليوم فكر فيه، لو أنت الآن النار ضعيفة باسم يسوع النار تتدفق إلى حياتك، باسم يسوع النار الآن تزورك بشكل غير عادي. النار الآن تجي، أي ضعف فيك، أي مكان أنت شعرت أنه امتص قوتك الروحية، الآن في اسم يسوع نار روح القدس تشعل جواتك وتفتح جواتك مكانات لاستقبال المسحة النارية هذا اليوم باسم الرب يسوع. تستقبل الآن، تستقبل الآن رفع لكل غشاوة على عينك، لكل أمر مظلم، لكل إشي أنت شايفه عم يغلق الرؤية من أشخاص، من أخوة، من كنائس، من خدام، مكانات ما فيها نار، مكانات مظلمة، مكانات مكتفية بأشياء بسيطة، لكن رب يقول لك هذا اليوم أنا بدي أغير حياتك من جديد. سنة جديدة، خلي جواتك هاي الرؤية، خلي جواتك هذا الفكر، فكر بكلامي. سنة جديدة راح أدخل فيها بدون نار، سنة جديدة راح أدخل فيها بدون مسحة، سنة جديدة راح أدخل فيها بدون حضور الرب، سنة جديدة راح أدخل فيها وإبليس ما زال يجول حولي قادر يوصل لي وعم يجد أبواب وعم يدخل لي. سنة جديدة كل شوي أنط من مكان لمكان أبحث عن النار. سنة جديدة، هل أنا هذا اليوم قررت، أخذت قرار أني أكون شعلة في يد الرب، أكون دائما مشتعل، أكون دائما مليان، كن دائما قوي؟ كيف راح أعمل هذه الأشياء؟ لما تتمسك بالحق والحق يحررك، لما تتمسك بالكلمة، تتمسك بأخوة حقيقيين، بكنيسة مشتعلة، بخدام ناريين. معلش دوس على نفسك، بعض الأوقات في خدام مزاجي ما بده يعطيك، تحمل، اصبر 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 إلى أن الرب يملاك بقوة. مكافأتك، ذكر كلامي، مكافأتك السماوية هي نار الروح القدس في اسم يسوع. أمين. فرحان أكون أعطيت هذا الدرس لجميع الأخوة اللي سمعوني هاي اللحظة. أصلي أنه فعلا الرب يفتقدك، أصلي هذا الوقت وأطلب من الرب أنه يكون تأثير هذه الكلمة لك قوية، تأثير عمل الروح القدس في حياتك قوي. أصلي أنه فعلا تستقبل هاي النار، لأنه أنا لما استقبلت هذه النار بحياتي، حياتي فرقت فيها جدا، حياتي فرقت على الأرض وفي السماء. لما تستقبل راح ترى رؤى، تشوف أحلام، راح تشوف حياتك مختلفة عن كل حياة ثانية. بصلي لك، بشجعك باسم يسوع، لا تكون متدين، لا تكون من الشخص اللي مفشل، لا تكون من الشخص اللي منتقد، لكم الشخص اللي يطفي النار.